عمود ورحت حط على المخرطة وابتديت اظبط البيتش، يعني الخطوة اللي يمشي بها قلم الخراطة على البيتش اللي انا عايزها. نعرف يعني ايه بيتش دلوقتي، هيديني حاجة عاملة كده. صح؟ مش ده سن المسمار انت شايفه؟ ده اسمه external thread، ألوظة خارجية. بتتعرف بايه الألوظة الخارجية؟ هذا السن له 3 ديامتر، اللي بره ده اسمه الميجور ديامتر، دايما اللي بره اسمه ايه يا اولاد؟ الميجور. واخر السن او الروت بتاع السن اسمه الماينور ديامتر، دي انر او دي نوت، في ناس بيسميها دي نوت. وفي المين ديامتر اللي هو في نص السنه، ما بيفرقش معانا كتير، ده هتحتاجه في التصميم عشان هتصمم عليه التورك بتاع الايه؟ السرير. لكن المسافه ما بين كل سنه والسنه التي تليها اسمها البيتش. يبقى البيتش هي المسافه بين السنه والسنه التي تليها على نقطتين متشابهتين. يعني لو بقيس من اعلى السنه زي ما بقيس من جدر السنه. بيتش تعرفها، هي المسافه بين نقطتين متشابهتين على سنتين متتاليتين. سنتين مالهم يا اولاد؟ وهذا الكلام كله ستاندر. طيب بيتعرف بايه هذا الكلام؟ بيتعرف بالديامتر في البيتش في اللينز. ده الجنرال ديفينيشن بتاعها. يعني ايه اللينز؟ طول الالوظ كام؟ انا مقلوظ من هنا لحد هنا بطول كام؟ 55 درجة. لما العالم حب يوحد المقاس ويمشي كله عليه قال لك اشمعنى 55؟ لا هي 60. لحكمة هم أخدوها، يعني المثلث 30 60 اشمعنى ما عملوش 35 في 145؟ 30 و 60 دي من شوائع الأرقام اللي بتستخدم في الهندسة كتير، وال 45 تمام يا ولاد، في أرقام كده بيسموها البريفيرد سيريز اوف نمبر. فقال لك لا، هنخلي الزاوية بتاعت سن ميل السن ده 60 درجة، عشان كده سموها إيه؟ مترك. وراحوا رمزين لهذا الستاندر برمز ام. يبقى ام معناها يا اولاد، ادي اول رمز اهو، ام معناها ايه؟ مترك ثريد، يعني الاوز متري. خواص السن ايه؟ الزاويه بتاعت ميلها 60 درجه. انما لو جه قال لك كده بريتش ثريد، يبقى الزاويه كام؟ الألوظ المتري يربط يمين، الألوظ الإنجليزي يربط شمال، زي صامولة الأنبوبة. بتركب الأنبوبة في البيت ولا بتركبهاش؟ صامولة الأنبوبة لما تربط كده شمال، إنما اللاكور بتاع الحنفية لما يربط إزاي؟ يمين. أديله اتنين ألوظ هما في الحياة، سن الأنبوبة ألوظ إنجليزي، سن الحنفية ألوظ متري. فحتى في اتجاه الربط انت كمهندس لما تلاقيه بيربط شمال تعرف ان ده الوظ ايه؟ انجليزي، عرفت الخواص بتاعته. لما يربط يمين يبقى الوظ ايه؟ مترك، يبقى انت عرفت الخواص بتاعته. شوف انت مهندس اهو، بس اتجاه اللف والدوران معاك يعرفك معلومه. تمام؟ الديامترز بتاع الثريد نفسها ولاد ستاندر. يعني مش هجيب مسمار اروح افصل، كل ما احب اربط مسمار راح افصله. في شركات ومصانع بيعملوا مفصلات ومسامير تحت السلالم، مش شرط شركات كبيرة. يعني سيبك من المسمار اللي جاي مدموغ، ده مسمار اصل ستيل ومصاح، انما المسمار بتاعنا الاستراكشر ستيل اللي معمول تحت بير السلم ده اهو بيقضي الغرض. انما سهولة تصنيعه في كل الدنيا، فلازم نمشي كلنا على مقاس
يقول لك المفتاح المسمار 15 14 12، عرفك دي يعني ايه دلوقتي، واخد بالك؟ كل الناس هو المفتاح اللي بيربط مقاس واحد، مفيش واحد قال 17 وربع ولا 17 ونص. فلازم ان المقاسات بتاع الاستريتز كلها تبقى مالها يا اولاد استاندر. بص في العمود كده، اول عمود يقول لك الديامتر، شفت الديامتر؟ شفتها؟ بص كده للديامتر 3 و3 ونص و4 ونص و5 وانت ماشي 27 و30 و33 و60، في مسامير اتخمن كده فيه. بص كده في التبل اللي وراه هتلاقي نفس الارقام بس اتنقحت شويه. التبل ده تحتاجه في التصميم في سنه تانية، عشان اخر عمود فيه بيسموه الروت اريا، الاريا اللي انت بتصمم عليها، تمام؟ فقدام الديامتر له الروت اريا. هقول لك الروت اريا دي معناها ايه دلوقتي، ماشي؟ الروت اريا الاريا المحسوبه بناء على الماينور ديامتر دي نقطه، اللي هي الاريا عند جدر السنه، مش الاريا، لان السنه زي ما انت شايف جزء مصمت وجزء مفرغ. لما اجي اشد بحمل المصمت اللي بيشيل، الفراغ ما يشيلش حاجه. فعشان اخرج نفسي من القصه دي، لا قلت انا هتغاضى عن الحته الصغيره بتاع السنه واحسب على القطر الاساسي بتاع مين؟ الحديد المصمت. دي بتحتاجها في التصميم، بتطلع الروت اريا من الديزاين، تقوم داخل التيبل جايب قطر المسمار على طول. بالليد، ايه الليد دي؟ ها؟ المسافة اللي يمشيها المسمار لما يلف لفة واحدة. مسمار اهو، بص صامولة اهي، لما لف المسمار ده كده يتقدم للأمام قد ايه في لفة؟ هي دي الليد. والليد حاجة في البيتش هتعرفها في التصميم، يعني لها علاقة بمين؟ بالبيتش. ولها علاقة بحاجة اسمها النمبر اوف جيت. هقول لك دلوقتي كل حاجه، بس خلينا ماشيين دلوقتي في الاستاندر. يا ده اسكت يالا، بشيل دي من المونتاج. تمام يا اولاد؟ طيب طبعا لو انت بصيت في الثلاث اعمده الاخيره بيقول لك فاين متريك ثريد، في الاوز كورس، مش كورس ثريد، يعني الاوز خشن، الخطوه بتاعته كبيره والسنه كبيره، يعني لما يلف لفه يمشي مسافه ايه؟ كبيره. وفي الغوص ناعم بيسموه فاين ثريد، اللي هما بيسموه السن الياباني، الجماعه الصناعيه يسموه ايه؟ سن ياباني، ده الغوص ناعم، تلاقي الخطوه بتاعته صغيره عشان تربط وتتحكم بدقه عاليه. تربط وتتحكم بدقه ايه؟ عاليه. دي البيتشس، بص بيقول لك ثلاث خانات، رو بي ورو جي ولا سي ورو دي. شوف دي البيتشز اللي تحت كل عمود من دول، دي عباره عن ايه يا اولاد؟ البيتش. قدام كل ديامتر البيتش المناسبه للديامتر، مش اي بيتش اتحط على اي ديامتر. البيتش مرتبطه بمين يا اولاد؟ بالديامتر بتاعها على طول، تمام؟ يعني لو قلنا مثلا الديامتر 20 لو كورس بيتش اللي هي الليد الاولانيه 2.5، خلاص؟ صح؟ بص في ال 20 في الديامتر اللي قصادها كده الخانة التالتة يقول لك له 1.5، 1.1، الفاين ثريد ممكن تلاقي نفس القطر ال 20 بقطر بيتش 1.5 أو 1 أو 1. يبقى في عندي أربعة بيتشز للديامتر 20، كورس بيتش اللي هي 2.5 الكبيرة، والفاين في منها نوعين، يا 1.5 يا كام؟ يا 1. بص كده اقلب بقى التيبل ده كده، هات لي التيبل صفحة 301 يا اسطى. اول عمود فيه بيقول لك النومينال سايز اند بيتش، ثريد بيتش، بيقول لك المسمار اسمه ايه؟ ام. يبقى ده انه نعمل مسامير دلوقتي مترك. الرقم اللي بعد المسمار مين؟ ديامتر. انه ديامتر؟ انه ديامتر الميجور الكبير، ما بيعرف الثريد بالميجور ديامتر، بيسموه النومينال ديامتر، يعني الديامتر اللي هتطلعه من التصميم ده اللي هتكتبه على اللوحه، تمام؟
ديامتر بص ام ديامتر. الرقم الذي يلي الديامتر اسمه البيتش لو كان صغير. فول ديفينيشن بتاع المسمار ديامتر في بيتش فلينس. ده التعريف الكامل. احيانا بيختصروا هذا الكلام ام دي في بي. لو قال لك ام دي في بي تعرف ان المسمار متقلوص من اول هنا لاخره. ما حددلكش لينس. يبقى انت عارف انه مفتوح لحد فين يا اولاد؟ لحد الاخر. ممكن يقول لك ام يختصرها. ام اهم الرقم الوحيد اللي ما بعرفش اختصره الديامتر. في ال يشيل البيتش. ليه؟ اسلك لما تفتح البيت التيبل اللي معاك عارف ان قدام الديامتر في مين على طول متلازمه معاه؟ البيتش بتاعته الستاندر بيتش بتاعته. انما انا عاوز احدد لك مين تحديدا هنا البارامتر اللي عاوز احدده لك. لا ما بقولكش الوز المسمار لحد الاخر، انا عاوزك تالوز لحد الحته دي بس. فالوز لي من هنا لهنا. الوز لي بطول 40. فيتكتب ازاي؟ بص ام 20 في 40. 20 يبقى مين يا اولاد؟ الديامتر. وال 40؟ طب لو قلت لك ام 20 في 1.5 لو الرقم صغير يبقى البيتش. وافهم من دي ان اللينس كله ماله؟ اه شفت 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 الكتابه بتقول ايه؟ معنى معنى دي جمله. هذا المسمار متر كسرين الميجور ديامتر بتاعه 20 متقلص بطول 40 او الطول كله متقلص طالما حاطط لك البيتش. وممكن اقول لك ام 20 تفهم منها ايه؟ الطول كله متقلص ميجور ديامتر 20 والبيتش عندك ستاندر. تقوم فاتح التيبل باصص البيتش 20 او مظبط المخرطه على البيتش 20 عشان القلم يتحرك بالبيتش كام؟ 20. تمام؟ ده الالوظه الخارجيه. الالوظه الداخليه صاموله. بص الصاموله اهي عباره عن اسطوانه مصمطه رحت جاي عامل فيها توق ورحت جايب دكر الوز. دكر الالوز عباره عن مسمار بس الماتيريال بتاعته هاي ستيل او هاي سترينس ستيل والهاردنس بتاعته عاليه عشان يعور في الصاموله يجرح فيها. تمام؟ مسمار زي ده اهو وقوم جاي حاطط المسمار فوق كده. المسمار اهو بص مسمار اهو واقوم لافف المسمار ده من فوق يقوم السن بتاعه ده مصمت ده كله يا اولاد مصمت يبتدي ياكل في الماتيريال ياكل في الماتيريال يسيب لي السن الجواني عامل ازاي؟ يسيب لي السن الجواني عامل كده. دي فراغات اهي الديامتر البراني برضه اسمها رجاله ها الميجور. والديامتر الجواني بتاع اصل الهول عباره عن الدي نوت اللي هو الماينور ديامتر. طب هو انا لما باجي ارسم السريد بعض المثلثات دي ليه؟ بتوع فنون جميله احنا ولا ايه؟ ده احنا مشحمين ومزيتين مش فاضلين للمشكله دي. قال لك بص يا اسطى اول ديفينيشن عندك للثريد ادي الالوز الخارجي خط تقيل بالقطر اللي اسمه دي. شوف اللي جايه دي بقى. والالوز الداخلي خط خفيف خط خفيف كونتينيوس بس خفيف سين كونتينيوس لاين. فاكر في اعدادي ما كنت بقول لك سيك كونتينيوس لاين دي الحاجات اللي انت شايفها
وسين كونتينيوس لاين كان لمين؟ لخط الدايمنشن وخط السنتر لاين. يبقى تخانة هذا الخط تخانة مين يا اولاد؟ السنتر لاين. ده يقول ايه؟ بص ده يقول ايه؟ يقول ان ده متقلص. شوف الخط التقيل وخط وراه خفيف رفيع جنب منه كده، يقول ان ده جزء متقلص. لو التقيل بره والخفيف جوه ده يبقى قلووس خارج. طب الديامتر بين الخطين دول كام؟ دي نوت بيساوي تقريبا 85% دي. جايه محسوبه منين يا اسطى؟ بص دي 30 درجه وديا ارتفاع البيتش، خلاص البيتش على 2 اهي، مش دي بيتش على 2؟ دي مقابل للزاوية 30 ولا مجاور للزاوية 30، يجيبها يقوم طارح دي من الدايمتر ده، يطلع تقريبا 85 دي. سن الألووز اللي انا شايفه، حط دي بقى قاعدة في دماغك كده، سن الألووز اللي اشوفه هو ده التقيل، واللي ما اشوفوش يعني المسمار اهو متقلوز اهو، انا شايف حواف الألووز من بره، مش ده التقيل؟ انما لو انا عامل لك صاموله كده ومقلوظها لك من جوه، يعني الفراغات جوه هنا اهي، والسن اللي باين هو السن الجواني، مين يبقى التقيل ومين الخفيف؟ الجواني التقيل. بص اهو شايف دي؟ ادي الصاموله. جواني خطين تقيل، لما ابص كده ده الفراغ، اشوف السنان دي، انما اشوف اللي مدفونه جوه الماتيريال ما اشوفهاش. المدفون يبقى مين يا اولاد؟ الخفيف. والتهشير مش ده قطاع؟ تهشير لحد الخط التقيل، خدها بقى كده قاعده، تهشير لحد انه خط اللي انا شايف، انا مالي ومال المختفي اهو. انت هتنصب علينا من اولها يا دكتور، دكتور نصاب. هو احنا في الرسم لما كنت باخد قطاع، مش انا قايل لك لو في اي خط تحت تهشير يبقى هسقطك؟ بس ده مش خط، ده تعريف ان في هنا ألووز، فيجوز بعض الاستثناءات، يجوز بعض الاستثناءات ان خط التهشير يجي على الخط الخفيف، انما يوصل لحد مين يا اولاد؟ التقيل. يبقى ده انترنال ثريد، الانترنال ثريد التقيل جوه والخفيف بره، الاكسترنال ثريد التقيل بره والخفيف جوه. شفت اللغه العاليه دي؟ حد يفهمها غيرك؟ اي حد بلص؟ خطين ايه يا عم؟ خطين هتخترع خطين؟ انت الوحيد اللي تبقى عارف ان ده متقلص. ياد متقلص يقول لك اثبت، وربنا متقلص هتحلف له؟ مش لازمك تحلف له، انت عارف ان ده متقلص صح، ويتكتب عليه الدايمنشن بتاعته ام. بص مش هكتب دي بقى، ام 20 في 2.5. حدش فهم ان الام دي يعني متر كسريت، وال20 ده الديامتر البراني، والاثنين ونص البيتش، والديامتر الجواني بيساوي 85% في العشرين يعني 17 مللي. لغة عالية المستوى. معترض؟ شفت احنا عندنا رسم اولى ظريف ولذيذ ازاي؟ طيب انواع الثريدز ايه؟ قلنا عندنا مترك، والمترك ده اللي بيستخدم في الفاستنرز اللي هي المسامير والصواميل، انما في انواع تانية منه. في انواع بتستخدم في الباور سكروز بقى، لما احب انقل الباور عن طريق الألووز. الألووز فيه ميزة عالية قوي في نقل الباور، يحول الحركة الدورانية لحركة خطية. بص امسك صامولة كده، امسكها في ايدك واربط مسمار، تلاقي المسمار بيطلع لقدام ويرجع، حول الحركة الدورانية لحركة ايه؟ طيب امسك المسمار وسيب الصامولة، تلف المسمار تلاقي الصامولة بتروح وايه؟ وتيجي عليك. ففي ميزة تانية في الألووزات ان انا استخدمها في نقل الباور.
شفتوا المخرط ولا ما شفتهاش؟ عمود الجر بتاع المخرطة اللي بيحرك البرج ده ألوس، صح؟ المنجلة اللي بتربط عليها الشغلانة وتلف فيها كده عشان تزنق الفكين ده ألوس، صح يا أولاد؟ طيب ايه انواع الالوظ التانيه اللي بتستخدم في الباور سكرو؟ اشهرهم حاجه بيسموها السكوير ثريد الالوظ. المسافه بين نقطتين متشابهتين على سنتين متتاليتين اسمها ايه؟ ها؟ بص ادي الجنب الشمال بتاع السنه، ادي نقطه، ادي الجنب الشمال بتاع السنه اللي وراها، يبقى دي اسمها ايه يا اولاد؟ ارتفاع السن يساوي بيتش على 2، يبقى الحته دي بيتش على 2، الحته دي بيتش على 2، الحته دي بيتش على 2، يبقى مين دي يا اسطى؟ ها؟ سن مربع. يعني المين الديامتر ده هو يساوي كام؟ يساوي الديامتر ناقص البيتش. يعني بيتش على 2 فوق وبيتش على 2 تحت، وده الديامتر. الحته دي ديامتر ناقص بيتش على 2 ناقص بيتش على 2، يبقى دي نقطة بتاعته تساوي الديامتر ناقص كام؟ ناقص بيتش. امثله ازاي برضه؟ ها؟ هتجرب ها؟ خط تقيل وخط خفيف، بس بدل ما كنت بكتب على ده متر بيكتب بص سكوير 3 SQU يعني ايه؟ سكوير. بقيت عارف ان الغوص ده ماله؟ سكوير بتاع الباور سكرو. عشان لما اروح اظبط القلم بتاع الخراطه يبقى القلم عمودي. ما يميلش يمين ولا شمال ويقطع في العمود. شفت دي لوحدها دي الاندكيشن للراجل اللي هيخرج. تمام؟ ديامتر بتاعه 60 ب 3 سي. بالمين شو؟ البيتش. ممكن كمان اقوم اتكلم وراها مين؟ ال ال. تمام يا اولاد؟ طيب. في نوع تاني من ده قال لك ده بيبقى صعب في القراءة. اللي جانب ان الافشنسي بتاعته مش عالية. نتيجة ان الفريكشن على السطحين دول بيبقوا ماسكين في بعض. ثانيا هي كل الالوظات بتصنع على المخرطه، في الالوظات بتصنع بالفورجنج بالحدادة، عامل قارب بسخن حته حديد عمود حديد واحطه وبعدين اطرقه ويطبع السنان جوه الريزق اللي بتدقق. تمام؟ فعشان اجي اطلع الشغلانه من الريزق اللي جناب دي بتبقى عامله ستيك مع بعضها، جنب عامل كده مع كده محضنين على بعض، فما اعرفش اطلعه. قال لك هنعمل حركه في دهوت، حركه بص بدل السنه ما نعدنا كده هقوم جاي ميل السنه كده. بقت السنه شكلها شبه منحرف، سموه ترابيزويدال. يعني السنه بشلاش بايه؟ زاويه الميل بتاع الدراع ده الضلع ده اهو مع الرقصي 15 درجه. بص في حاجه عامله ويدج اكشن كده، بص نازله مايله كده. نازله مايله ساعه ما تسحبها تلاقي الجنبين دي، بص اهو الجنب الثاني محضر اهو، ساعه ما اسحب دي لفوق تلاقي الجنب بيسيب الجنب بمنتهى السهوله. يقوم سهل لي عمليه تشكيل مين؟ السن. ده بيتكتب عليه ازاي؟ بص ترابيزويدال في ار يعني ايه؟ ترابيزويدال. تمام؟ الديامتر في البيتش. المترك اسمه ترابيزويدال، الانجليزي اسمه اكمي. نفس المصري بس مسمينه واضح يا شباب؟ دي كده انواع الستريتز المختلفه. عندك في الكتاب هذه الانواع تقدر تستعرضها مع نفسك كده. لو فتحت لي صفحه، هات لي صفحه مكتوب تحت 1 على 6 1 على 5
2 4 على 6 شايف صفحة 4 على 6 شايفها؟ تعال بص في اللي بتاع اللي تحت ده، الرسمة اللي تحت دي هتلاقي كل الدايمنشن اللي مديها لك الاتش والاتش واحد والاتش اتنين ومش عارف ايه وايه كلها فانكشن من البيتش. كلها فانكشن منين يا اولاد؟ من البيتش. انت كل اللي عليك انك تروح تختار لك بيتش ستاندر، بيتش ستاندر، وترسم لنا الرسومات دي كلها في الهوم وورك بناء على البيتش اللي انت اخترتها. لو جيت في صفحه 6 6 سكوير ستريت عشان اقول لك هتختار ازاي يا كابتن. شفت صفحه 6 6؟ طيب بيقول لك عندك النومينال دايمتر بالمليمتر والبيتش بالمليمتر. يعني الدايمتر 22 و24 و26 و28 و28 ينفع معاهم البيتش 5. عرفت بقى ان البيتش ستاندر اكوردنج للدايمتر؟ دايمتر 85 و90 و95 و100 اخر حاجه بيتش 12 صح؟ فانت عشان تريح نفسك تاخد بيتش كبيره عشان ما تقعدش تحتحت في المقاسات. اختار لك بيتش كبيره حلوه كده وعيد رسم هذه الكلام ده، كل هذه الانواع تتعرف عليها في البيت مع نفسك كده عشان دي مش بنرسمها في الامتحان. انا مديهالك بس تنقلها علشان تعرف انواع الثريدز المختلفه. هتتقدم لوحه هوم وورك الست ورقات دول. تمام؟ تعال بقى نرسم صفحه 1 3 اللي فوق خالص. جيب صفحة 1 3 اللي هي دي. اللي هي دي جبتها؟ جبتها؟ اهي؟ بعدهم بعد الستات دي قلب كده تلاقي في صفحة مكتوبة من تحت 1 3. جبتها؟ هاو انك ترسم جسم الصامولة وراس المسمار. تجد انت راس المسمار. بص. الستاندر بتاع اقطار الالغوز يا اسطى المترك الاولاني اللي احنا بصينا فيه صفحه 300 او اللي قصاده او اللي قبله اهي. شوف كده الستاندر اللي قبله صفحه 301 فيها كام؟ خلاص؟ بص كده في صفحه 301 ادي الستاندر بوك الثانيه دي مقاسات كل الالغوص دي كل الالغوص الاثنين تبقوا اللي قبل كده دي كل البيتشز كل الالغوص صح؟ بص كده في المسمار الستاندر
بيقول لك في عندك ام 12 في 1 75 واللي قبل منها ام 10 في كام؟ يبقى 11 و3 من 10 دي تبقى ام كام؟ 12. مفيش عندك ام هنا كام؟ 11. دي بالستاندر بولت ام 11. انما في كام؟ يبقى الفتحه بتاعت المفتاح اللي هيربط اللي هي بره عن الاس اللي هي بتساوي 1.5 يا اولاد الديامتر. لما تبقى عارف الراس دي ابعادها كام تقسمها على 1.5 تجيب المسمار قطره كام. قيس المسمار بالبوكوليس هيديك نفس الديامتر. واضح يا شباب؟ بتبقى فيها اختلافات صغيره. اقول لك جايه منين؟ شايف هذا انت وهو ده سن المسمار ده؟ دي سن؟ انت لما تاخد حقنه والحقنه تجيب دم يقول لك سن الابره خشت. عشان تاخد حقنه وبعد كده بره تجيب دم؟ صح؟ بتكلم كلام ضد علمي. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ حاجه من الاثنين. عندك سيوله عاليه لازم تتعالج يا اما سن الابره خشت في رايح او البوز ده اهو. بص البوز ده اهو متضرر. يعني السن المدبب ده لو انت مسكته بايدك كده يبوز ايدك وانت تطرم السن. طب تطرمه يعني ايه؟ تبلطه تفرطحه يجي يربط بعد كده ما يقدرش يربط. فبيجي الجماعه يعملوا ايه؟ يقول لك بص بعد ما خلصت السن كده هو مطير كل دي على خلاص عشان اضمن السن ما يتطرمش. الحته اللي شبه من مقاس الاستاندر اللي هي 1.5 بس الحته الصغيره دي هي الترتيب في المقاس بتاع الكوليس هي الادنى. تمام؟ بس انت دلوقتي عرفت المفتاح 17 اقسمه على 1.5 يديني الدايمتر الاقرب على طول اللي هو في الاستاندر كام؟ 12. انت عرفت ان اصل قطر المسمار اصل قطر المسمار كام؟ 12. اول ان احنا نرسم بقى الاسقاط بتاع ده لما تبص له لو انت عملت المسمار كده تبص له بالفلاني يديك مسدس. تبص له في الخرام بيديك مستطيل. فلات اهو ثلاث كربات. تبص له في الصيد الصيد يديك مستطيل. مستطيلين جنب بعض. يقول لي طب المسدس ده المفروض اساسا بص حروفه عدله. صح؟ صح؟ المفروض لما اسقطه يديني ثلاث مستطيلات اهو. او مستطيلين. ايه بقى الكيرفات اللي انت عملتها دي؟ خلي بالك ان في حاجه اسمها سوكر. يعني حرف. الاحرف دي لما انت تشد عليها جامد تتفتح لوحدها نتيجه ان في حاجه اسمها ستريسز عليها حاجه. تمام؟ فبيجي الجماعه يعملوا ايه؟ يقول لك انا هخلص من الحرف اللي فوق والحرف اللي تحت عشان دول لو اتبرطشوا اجي ادخل المفتاح ما يرضاش يدخل. اتعودت الناب دي اتعودت. اجي ادخل المفتاح عشان اربط ما يرضاش يدخل. فباجي على المخرطه واقوم واخد ده لفه مطير الحرف ده مطير النقاط دي نقاط الضعف. فباجي المخرطه هي اللي بتلف وانت بتجرب الخراطه هيطلع لي اسطوانه. عشان لما يخلص يطلع اسطوانه يقوم عامل ايه؟ مطير لي الحروف بتاعت المسدسات دي. يقوم يديني كيرفات. حاول ان احنا نرسم الكيرفات دي بقى. يقول لك اول حاجه ترسمها عشان ترسم راس مسمار او صاموره لازم ترسم المسدس. شوف المسدس ده ظهر في مصر. المسدس ناوي جاي راسم دايره مضربه اس اللي هي بتساوي كام الاس؟ عند الدي صح؟ قوم جاي واخد خط مماس من فوق وخط مماس من تحت بين المثلث 30 60 يا اسطى زوايا المسدس كام؟ زوايا المسدس كام؟ والمخمس والمسمن مسقطين اعداديه بس مسقطين اعداديه والله مسقطين اعداديه. المسدس زاويه الخارجيه ستينات صح؟ والمسمن
45 يا اسطى. قوم جاي واخد خمس الدايره، بص مماس للدايره، قوم قالب المسدس واخد مماس للدايره، واخد مماس للدايره، طلع للمسدس. صعب نسيانة صعبة أكيد. خد يا جدع، لا سيبوه ده كده المسدس ده لو ببص له من فوق اسقاط كل نقطة عبارة عن خط في النص خط آخر تدوير. بص أهي قال لي نقطة 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 نقطة، أدي ثلاث نقط. أقوم أخد خط وعاوز أخد خط تاني يمين التخانة دي خط. لو دي النط نط يعني ايه؟ صمولة. صمولة، يبقى الارتفاع ده 8 من 10 مين. لو هي بولد، بولد يعني يا اسطى؟ صمولة. يبقى ارتفاع الراس 7 من 10 مين. عمر اسود، انا هحط لك الكلام ده اتعود. ارتفاع الصمولة 8 من 10. ارتفاع المسمار 7 من 10. منين 7 من 10 ايه؟ دي من البعد الاساسي اللي هيخلق المسمار كله. المسافه دي كام يا جميل؟ خد الدايرة اس تساوي كام؟ المسافه من حرف الصاموله لحرف الصاموله اليمة الثانيه او حرف الراس اسمها اي. تطلع الايد زي ما تطلع. في ناس بتقول ان الاي تقريبا 2 بايونس، في ناس تقول لك ان الاي تقريبا 1.82 من 100 من بايونس، في ناس تقول لك 1.75 من 100 من بايونس، في ناس بتقول 2. احنا مالناش دعوه بالنسب، احنا بنرسم ولا بنحسب؟ حد يرد عليا؟ بنرسم ولا بنحسب؟ بنرسم. الرسم اهو تطلع اذا انا تطلع تفرق على العيال كتير. اللي بيلعب بيلعب لو حافي صح؟ انت لو بتلعب كوره وهبت في النهار اللي بتلعب بيلعبوا في الشارع بتطلع الجزمه والشراب والطاقه كده لسه بالذات تجيب له ستارز والكاوتش والشورت والفانيلا والشراب والانجل ومش عارف ايه يا عم مش عارف البنطلون دي الغزال اللي بيلعب بيلعب عمر وايه؟ ليه كان بينطق صفاء الورنيش؟ كان بيشتغل له جزم ليه؟ اسلوب الكوره كان بيمشي الشارع ينطق صبايح الورنين مش مدوره ولا كرويه ولا اي حاجه. لعيب. احنا مالناش دعوه بالحساب. احنا لنا دعوه بمين؟ بص ركز. المسافه الوسطانيه دهي تساوي اي على 2. والمسافه المستطيل اللي على الجنب ده اهو اي على 4. والمستطيل الثاني ده اهو هي على 4. من خواص المسدس يا اسطى ده مثلث متساوي الاقطاع، ده مثلث متساوي 4. حضرتك بيرد عليا الحته دي تبقى الزاويه دي كام؟ المقابل الزاويه 40 يساوي نص. اذا كان ده اهو بيساوي ده اهو صح؟ ده بطل؟ يبقى الحتة ده ايه؟ تساوي نص ده. بص الزاوية دي كام؟ يبقى الحتة الوطن مطول الضلع اهو، يبقى الحتة دي بتساوي نص ولا لا؟ ادي نص الوطن، يعني نص الضلع ده، ولا نص الوطن اللي هو نص الضلع ده، يبقى ده نص، ده واحد كامل وده نص. صح؟ دي دي يبقى دي دي على 2، دي على 4، دي على 4. تطلع كام دي من بتاع؟ انا عارف. عاوز ارسم الكيرفات. الكيرف في الثلاث وجوه نص قطر ثلاث ارباع ايه. يعني ايه؟ انا عارف ان عاوز ارسم كيرف يمس هنا ويمس هنا. بنص نص خلاص؟ عاوز ارسم كيرف يمس هنا ويمس هنا. كيرف بعمل كيرف. كيرف انا عامل كيرف.
انبسط انا عارف نقطه الدراسه مش عارف استنى من دين صح او جاي من عندها فتح فتحه ثلاث ارباع اي ثلاث ارباع اي يعني تساوي كام يا عبد الحساب اهيت اهيت بالبرج ركز لو حد النقطه دي ماشي ادي ثلاث ارباع اي واقوم جاي ركز بالبرج اللي هو بالسن واخد كيرف نقطه التماس الثانيه فين اهي ركز هنا واخد كيرف كده حددت السنترين صح؟ اقوم راكز في السنتر ده والسنتر ده بفتحه ثلاث ارباع اي اقوم راسم كيرف دي يجيب الراس من اولها لاخرها ويمس في النص. حد جايب مشاكل؟ خد اللي جاي بقى. ارجع المستطيلين اللي على الجنب المستطيلين الصغيرين شفتهم؟ شفتهم ولا لسه؟ لسه ما شفتهمش. شفت؟ اقوم جايب المستطيلين دول ومنصف كل مستطيل. من عند نقطة تقاطع الكيرف مع آخر ضلع أسقط عمود على الخط اللي نصف، أسقط عمود على الخط اللي نصف. أركز في النقطة بتاع التقاطع مع العمود، التقاطع مع العمود لحد آخر سطح الصندوق أو المسمار بالفتحة لأهي وأقوم راسم كيرف. راسم كيرف من اهو قوم راسم كيرف. نفس الكلام من عند النقطه دي اسقط عمود، من عند النقطه دي اسقط عمود، من نقطه تقاطع العمود مع خط التنصيف ارسم كيرف وارسم كيرف. اداني كده الثلاث كيرفات اللي انا عايزهم ادي كيرف اثنين ثلاثه اهم. بجيب المثلث ال 30 60 مين؟ عشان الكفين التانيين دول تبعوا. هم جايب المثلث ال 30 60 اهو على الخط ال 30 واقسم مماس للكيرفات اللي علمناها. الجزء اللي انا عايزه من الهيصه دي كلها واللي هتقله الخط ده مع الكيرف مع الكيرف مع الكيرف مع الخط. واقوم جاي راسم مماس للكيرف اللي فوق ومماس للكيرف اللي تحت اشيل كل الزيادات. تاني تاني بص المسدس دايره واحدة ونص دي ارسم مسدسي للساعة على السنتينات اسقط النقاب بتاع الحروف اداني ثلاث مستطيلات اجي في النقطة اللي في النص نقطة التماس اركز بفتحة ثلاث ارباع اي من فوق وثلاث ارباع اي من فوق اركز في السنتر ارسم كيرف كبير يقطع حروف اسقاط اجي من عند النقطة الأخيرة بتاعة اسقاط المستطيلين اللي علمناه انصف كل مستطيل اسقط من نقطه تقاطع عمودي من عند نقطه تقاطع العمودي مع خط السنتر رايح ارسم كيرف في نص قطر من عند السنتر لحد اخر كيرف واليمه الثانيه نفس الكلام من تحت نفس الكلام اسقط عمود اسقط عمود من النقطه دي اللي ارسم كيرف اخد مقاسات على 30 درجه من الكيرفات الثاني الكيرفات بتاع السنتر. عدتها لك اي ثاني اخر كم تمام؟ سيبني للاخر مش هتخرج زعلان. بس لو انا كنت نسيت حاجه فكرني اقول لك. طيب المسقط الجانبي بقى لما ابص كده كده عشان اشوف كده اشوف مستطيلين اجيبهم ازاي جميل؟ اهو بص طبعا الاسقاط اللي بتاع ده واحد واحد ولا مش واحد؟ واجي عند طلاقة اخر سطحين في الفران ده بطلع على 45 وانا باصص كده للسايد اسقاط اهو اسقاط اسقاط بص النقطة دي الخط النقطة دي الخط النقطة دي الخط اقوم مطلع الطول لفوق اداني مستطيلين صح؟ بس انا ممكن اجيب المستطيلين دول من الحته دي ليه يا اسطى؟ اصلا المسافه دي ده المستطيل كله؟
اهو بالبلدي لو رفع النص دي طب جاي من اهو حطها تحت النص دي خد نقطه من النص دي نصف صح؟ يعني هو تاخد الحته اللي هي بالبرجل ومن هنا تاخد الخط وتروح لنفس النقطه تكفر مع الشيء بالبرجل وبعد كده تعالى اجي بعد كده اعمل ايه يا اسطى؟ ايه يا حبيبي؟ قول انصف كل المستطيل ولا الفتحه هنا كانت كام يا؟ محدش بيقول لا قول معايا عشان تثبت الفتحه الفتحه في الثلاث وجوه كام؟ لا ما حدش قال نفس واحد يا اولاد الفتحه في الثلاث وجوه كام؟ ثلاث ارباع ايد تاني الفتحه في الثلاث وجوه كام؟ ثلاث ارباع ايد لا الفريكوانسي بتاعكم تعبان خالص عاوز المبنى يتهز يا ده انت وهو الفتحه في الثلاث وجوه كام؟ ثلاث ارباع انا زعلان من اللي مرض الفتحه في الوجهين اي على اتنين ايه فين اي على اتنين يا جميل؟ هقيس ولا احسب؟ ايه؟ اهي شادي اي على اتنين؟ اقوم جاي من هو بالبرجه فتح الحته دي انا عارف ان في جزء بيمس هنا هيمس هنا يمس هنا يمس هنا نقطه تماس انا عارفها يبقى من هنا اي على اتنين من هنا اي على اتنين من عند النقطه دي اي على اتنين اي على اتنين جبت المراكز ولا ما جبتهاش؟ اقوم جاي على الوسطى من اهو بفتحه اي على اتنين وراسم كير راسم كير راسم كير راسم كير وبرضه عندي ايه؟ ها؟ بمثبت على كام؟ اقوم خط تماس بص خط من خط من خط يبقى اللي عايز الكتابات ده اهي شيل الزياده يا جميل ادي اختك الصميمه خلصت الاسمنت خلصت ايه؟ الاسمنت الفتحه دي كام؟ الفتحه دي كام؟ تاني ها؟ ثلاث وجوه ثلاث ارباع ايد ثلاثه يعني اكبر اثنين نص ايد بحفظك اهو عشان ما تروحش تذاكر في البيت انا مذاكر هنا في المحاضرة وهنطلع من هنا على السكشن افرد اللوحه واشتغل اهو ذاكرت وطلعت امتحنت فوق سبت المعلومه في دماغك على طول وبساعدك انا بحبك ازاي مش عاوز اطلع لوحدك انما لما بجمع حاجات ما بحطش الدشات بس الدنيا هتبقى زيطه 500 خط جوه بعض هيعمل لك مسليدنج انما انت لما تشوف حاجه عامله كده لما تشوف حاجه عامله كده جيلك جدا كده عمود متقلص ومربوط عليه صابونه يهمك ايه بقى الخطين بتوع القلاوظ الخفاف اللي جوه الصنبوله؟ يهموك في ايه؟ زي ما كنت لسه قايل وبصينا ليه؟ يهموك في ايه؟ الانديكيشن وصل وعرفت ولا ما عرفتش؟ انما عشان احط لك بقى هنا داش وهنا داش هنا داش هنا داش ومين في الخط بتاع الصنبوله اللي جاي جنبهم كده؟ اقصد بيتم الترتيب انما دلوقتي عارف ان في عمود متقوص ومربوط على صابون والقلاوظ والدايمنشن عامله كده رايت؟ تاني نوع من انواع الصواميل يا اولاد حاجه اسمها السكوير مون سكوير يعني كروس سيكشن بتاعها مربع ابعاد المربع ده كام؟ المسافه دي تساوي المسافه دي تساوي الاس تساوي 1.5 دي 1.5 دي في هنا لازم اطير الصور دي فلازم اعمل ايه يا اولاد؟
صح؟ كيف ان انا ارسم دي؟ هاول ان انا ارسمها. خلاص بقى ما نعرفش كل اسقط الفلان بتاع المربع هذا المربع صح؟ طول الضلع ده كام يا اخويا؟ وانا اقعد ارسم المربع كده عيالي واقوم لاسع دايرة اس وعامل ممسكة الدايرة على المثلثات اسقط دي لفوق اديني الراس صح؟ صح؟ الارتفاع ده كام يا ولد؟ ها؟ ها؟ 8 من 10 دي لو هي 7 من 10 دي لو هي بص عشان ارسم الكسر في نص ارسم الهكساجون في نص الاول بص دايرة قطرها كام يا جميل؟ ها؟ دايرة بقى 1.5 دي نص دي وارسم لها مثلث من السهل اهو حتى عنده اي مشكله يا رجاله الرسمه دي هذه وبعدين اقوم جاي راسم دايره جواها فوق التكبه مش التكبه يسقط دايره تحت فوقه 1.4 دي بقى كمان حد في مشكلة؟ لا في عندي فورمين جوا متفاضين اهو فورم كام؟ بتاع الدايرة 85 من 100 دي على كوبري داخلي صح؟ ورا منه اسقط 3 ارباع دايرة بقطر دي ده كده اسقاط الصامولة المسدسة الفتحات دي كم فتحة؟ كم فتحة؟ ها؟ 6 متوزعين على محيط كام؟ 160 يبقى الفرق ما بين كل فتحة والتانية كام درجة؟ 60 صح؟ بيقول لي أول فتحتين قدامك يا جميل هناخدهم على السلطة الماية من الرقص يبقى ايه الزاوية 60 بص زاوية 60 من السلطة الماية من الرقص يمين وشمال صح؟ يقوم يديني خط كده ادي الزاوية 60 بيقول لي عرض الفتحة اتفقنا كام؟ 4 يرد عليا 40 دي على 4 أي كام تديه؟ تجيب 20 مللي دي على 4 يعني كام؟ حط في رد بص 5 2.5 يمين 2.5 شمال بص عمودي على السلطة الماية 2.5 فوق 2.5 تحت عمودي على السلطة الماية 2.5 فوق 2.5 واجي من عند دايرة التاج ان الفتحة دي ماشية في التاج لحد الأقواس أو خط بص الخط ده يبقى ليه مش ثانية أهو بص موازي للسلطة الراين يعني على 60 من عند دي خط من على التاج خط من على التاج كمل اليمة الثانية أهي من هنا من عداك خط من عداك خط وكمل اليمة الثانية هذه الست فتحات عاوز اسقط دول فوق يا معلم سهل يا غرقة بص صمومة ادي خط 2 3 4 فيها مشكلة لما رسمت كيرفات الصامولة يا كبير نعرف نرسمها ولا ما نعرفش؟ حد بيرد على عمك وليد رد على عمك يا ولد ايه بقى عم المشكلة دي؟ خلاص خلاص بقى انت عاوز تسقط التاج يا كبير بص فين دايرة التاج؟ مش الدايرة على الصوان؟ اهي
الدايره دي كام؟ يقول لي المسافه دي واحد واحد من عشرة بي. خلاص عرفت الدايره بتاعه التاني. بص مش انت جبت الخط واحد واحد من عشرة؟ اسقط الفتحات. بص يا جميل، بص من غير ما تتكلم، شايف الفتحه دي؟ هتطلع شايف الجهاز بتاع العده اهي، السنتر لاين، الخط ده هو يطلع الخط من اهو، والخط ده يطلع الخط من اهو. اما ابص على جناب الفتحه اشوف النقطه دي والنقطه دي، اسقطهم خطين. بص ادي خط، والنقطه اللي جنب منها خط، النقطه دي والنقطه دي، والواحده خط اهي. بيقول لي الكاسه نقط دي هتنتهي بنص داير بلمسه لسطح الصامولة. سهل يعني الطول بتاع الدايره هو دي، دي على 4، يعني المسافه من عند الصدر لحد النقطه دي دي على 8، نص الفتحه دي من هنا لهنا، نص القطر بتاع الدايره دي على 4، يبقى دي على 8. اقوم جاي من عند النقطه دي يا جميل، دي على 8 حاطط الصدر، جاي من هنا وراسم نص دايره. طبعا دي الاخرى الفتحات اللي جت هنا نص دايره، بس انت شايفها على المايل وانا شايفها على المايل، لما تسقطها تطلع الالبس. الالبس ده في 2 مللي. اقول لك خد الميجر وعمودي على الميجر عشان المايكرو والمتقاطع والكيرف والكيرف 2 مللي. تبقى راجل اهبل مش انا، اجي من اهو واقوم مشقط هنا كيرف، اهو وسط ايدي كده اهو، اهو هنا كيرف بيمس وهنا كيرف بيمس.